أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يشرع قول الرجل لأخيه لا تنسنا من صالح دعائك؟ هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، فلا بأس بذلك، لا بأس أنك تطلب من الرجل الفاضل أن يدعو لك، خصوصا إذا ذهب إلى الحرم وإلى الأماكن الشريفة، فإنك توصيه بأن يدعو الله لك في طوافه وفي صلاته في المسجد الحرام، المسجد النبوي. نعم.